Hi, dear students. This is the first episode of Time for English for Grade 4. Follow us if you want to be perfect in English and always be ready for the exams. First thing you must know the format of the exam. What questions you deal with. Let's start. أهلا بيكم أعزائي الطلبة الصف الرابع. دي أول حلقة لينا في سلسلة Time for English للصف الرابع. خليكم معانا وتابعوا معانا الحلقات عشان تكونوا دايما مستعدين للامتحانات. أول حاجة لازم نعرفها شكل الامتحان. إيه الأسئلة اللي نتعامل معها في الامتحان عشان دايما نكون جاهزين. يلا بينا نشوف. زي ما انتوا شايفين ده شكل الامتحان زي ما بيجي لنا في نص السنة أو في آخر السنة. السؤال الأول Listen and circle the word with the short vowel. بيبقى قدامنا مجموعة من الكلمات 1, 2, 3, 4. في كل مجموعة في عندنا كلمتين، المفروض إن التيتشر هيقرأ الكلمة وأختار الكلمة المناسبة. Number 2 Listen and complete. الجمل اللي قدامنا جمل من الكتاب سواء من الديالوجز او ميني ديالوجز. التيتشر هيقرا لنا الجمله وهشوف الكلمه الناقصه وهكتبها في المكان بتاعها. نمبر 3 read and circle true or false. زي ما انتم شايفين قدامي picture ومعايا 4 sentences. You read the sentence and choose true or false. طبعا according to the picture. نمبر 4 circles odd one out. دلوقتي عندنا أربع مجموعات من الكلمات، كل مجموعة فيها أربع كلمات، three of them are similar، وفي واحدة هي المختلفة، هنعمل عليها circle. Number five, choose the correct answer from A, B or C. قدامي أربع جمل وفيهم ثلاث اختيارات، الجمل دي بتتعامل مع الفوكابلري والجرامر اللي موجود في المنهج. Question number six is writing. Look and answer the questions. قدامي أربع صور، كل صورة بيكون تحتها سؤال والسؤال ده هجاوب عليه. زي ما انتوا شايفين الكويستشنز بتبقى يا اما WH questions او yes no questions. عندنا صورة والصورة دي المطلوب مني ان اكتب عليها ثلاث جمل. طبعا الجمل دي بنتدرب عليها كويس جدا من خلال الشرح بتاعنا. نمبر 9 وده السؤال الاخير punctuate the following. بيديني جملة والبنكتويشن بتاعها مش موجود والمفروض ان انا اعيد كتابة الجملة وان انا اصلح البنكتويشن بتاعها سواء capital letters, full stop او question marks. ودول الاسئلة اللي بنتعامل معاها في الامتحان. نبدأ بـ unit 1 at the pet shop. في بداية كل unit بيبقى عندي dialogue وميني dialogue. زي ما انتم شايفين الدايلوج الاولاني. نسمع كده الدايلوج الاولاني. What's wrong? I can't find my mom. What does she look like? She's tall and thin. She's wearing a red dress. Is that your mom? Yes, there she is. Thanks. Mom. Now the mini dialogue between Sukkar and Sukkara. طبعا متعودين على الشخصيات دي. Pass the pizza, please. Which one? The cheese pizza. Here. Help yourself. طيب شفنا مع بعض الديالوج. طب ايه اهمية الديالوج معانا؟ لازم نعرف ان الديالوج له اهمية كبيرة جدا لانه بيظهر لي في ثلاث اسئلة. السؤال الاول بيجي لي في سؤال listening. السؤال الثاني بيجيني في سؤال choose. بيجي لي كمان في سؤال ثالث اللي هو سؤال rearrange. بيديني جملة من الديالوج والجملة دي بتكون unscrambled وانا بعيد ترتيبها تاني. نبدأ دلوقتي نتعرف على الفوكابلري بتاعة يونت 1. الجزء الأول Repeat after me. Pet Pet What What Yes Yes No No Cheese pizza Cheese pizza Pass Pass. Once. Once. Shirt. Shirt. Shop. Shop. Look like.
look like, hear, hear, wrong, wrong, what's wrong, what's wrong, doesn't want, doesn't want, at, at, want, want, find, find, that, that, thanks, thanks, please, please, help, help, which one, which one, don't want, so, so, there, there. دلوقتي خلصنا الفوكابلري بتاع الجزء الاول، نرجع تاني للديالوج ونشوف يا ترى احنا فهمناه مع بعض ولا لا. نسمع كده الديالوج الاولاني. What's wrong? I can't find my mom. What does she look like? She's tall and thin. She's wearing a red dress. Is that your mom? Yes, there she is. Now the mini dialogue between Sukkar and Sukkara. طبعا متعودين على الشخصيات دي. Pass the pizza please. Which one? The cheese pizza. Here, help yourself. دلوقتي نبدأ مع بعض الجزء الثاني من الفوكابلري. Repeat after me. Dress. Dress. Pizza. Pizza. Cheese. Cheese. Kitten. Kitten. Canary. Canary. Lizard. Lizard. Mouse. Mouse. Puppy. Puppy. Fish. Fish. Rabbit. Rabbit. Parrot. Parrot. Turtle. Turtle. Bird. Bird. Snake. Snake. Cat. Cat. خلصنا مع بعض جزء الفوكابلري، نبدأ مع بعض الجرامر. أول جزء في الجرامر عندنا the present simple tense. The present simple tense، present simple اللي هو زمن المضارع البسيط. أول حاجة لازم نعرفها عن أي زمن بندرسه الاستخدام بتاعه. There is it. Present simple عندنا له استخدامين. Facts and habits. حقيقة ثابتة أو عادة متكررة. حقيقة ثابتة زي A fish lives in water. A fish lives in water. طبعا دي حقيقة ما بتتغيرش. Habits زي I go to school by bus. I go to school by bus. دي عادة متكررة ان انا بروح المدرسة كل يوم by bus. بعد كده نبدأ نتعرف على the form of the present simple. ال present simple بنقسمه لجزئين. الجزء الاول وده فيه مجموعة الضمائر I, you, we, they and the plural الجمع، وبيكون الفيرب معانا infinitive. Infinitive يعني الفيرب بيكون فاضي خالص، مفيش عليه أي إضافات، مفيش معانا is، مفيش ing بدون أي إضافات. الجزء الثاني مجموعة الضمائر he, she, it and singular المفرد، اي اسم مفرد. شكل الفيرب بيكون plus s. طب نشوف كده الاكزامبلز بتاعتنا. I like English. زي ما احنا شايفين الفيرب بتاعي مع I بيكون فاضي، مفيش فيه اي حاجة اللي هو الشكل الاول للفيرب infinitive، مفيش فيه اي حاجة خالص. لكن مع الضمير هي
بنلاحظ ان احنا بنضيف اس للفعل. He likes English. He likes English. يبقى انا عندي الفيرب مع الضمائر I, you, we, they and the plural اي اسم جمع. الفيرب بتاعي بيكون infinitive يعني فاضي خالص مفيش اي حاجة فيه. اما مع الضمائر he, she, it and singular اي اسم مفرد بنضيف اس للفعل. الحاجة اللي لازم نعرفها بعد كده عن present simple النيجاتيف. The negative form of the present simple. برضو بنقسمه لجزئين. الجزء الاول مع الضمائر I, you, we, they and the plural form. بستخدم معاه don't and the infinitive. يعني ما بين الضمير وما بين الفعل بضيف كلمة don't عشان تديني النيجاتيف بتاع الجملة. مع الضمائر he, she, it and singular الأي اسم مفرد بستخدم doesn't قبل الفيرب. والفيرب بيتحول من verb plus s لinfinitive. اوكي يبقى انا عندي في الحالتين في النيجاتيف سواء استخدمت don't او سواء استخدمت doesn't الفيرب دايما عندي شكله infinitive. نشوف كده الاكزامبلز. I don't like math. I don't like math. زي ما احنا شايفين عندي don't وبعد كده عندي like الانفينيتيف بتاع الفيرب. نشوف كده الاكزامبل التاني. He doesn't like math. He doesn't like math. مع هي استخدمت negative بتاعي استخدمت doesn't واستخدمت like. فاكرين في الجملة المسبقة بنستخدم the verb plus s لكن في negative بستخدم doesn't we doesn't بتلغي وجود الاس او زي ما بنقول عليها ان هي حرامية بتاخد الاس فبيفضل الفيرب في الشكل الانفينيتيف بتاعه. الحاجة اللي نعرفها بعد كده الكويستشن the form of the question. نفس الحكاية برضو بنقسم لمجموعتين مع الضمائر I, you, we, they and the plural بستخدم do للكويستشن. اوكي بستخدم دو في الكويستشن لكن مجموعه تانية من الضمائر he, she, it and singular بستخدم does وفي الحالتين الفعل بيكون infinitive يعني الفعل عندي بيكون مصدر يعني في الشكل الاول بتاعه بدون اي اضافه. نشوف الاكزامبل. Do you like English? Do you like English? زي ما احنا شايفين استخدمت do الفعل والفعل عندي infinitive. الإجابة yes I do or no I don't. ونلاحظ حاجة مهمة جدا في السؤال ان الحاجة اللي انا بسأل بيها بجاوب بيها يعني سألت بدو الإجابة عندي بدو. السؤال الثاني Does he like English? Does he like English? عن استخدمت does عشان الفعل بتاعي he والفعل بتاعي infinitive. يبقى عندي سواء استخدمت doesn't في النيجاتيف او does في الكويستشن الفعل بيكون infinitive. الفعل مش بيظهر في اس الا في الجملة المثبتة بس. الإجابة بتاعتي yes he does no he doesn't. اوكي تاني نفس الملاحظة ان اللي بسأل بيه بجاوب بيه. هنا سألت بdoesn't جاوبت yes he does او no he doesn't. اوكي كده اتعرفنا على الـ present simple واستخدامه والنيجاتيف بتاعه والquestion. نشوف كده مع بعض exercise سريع. Choose the correct answer. Now look. Number one. I want wants a turtle. يا ترى هنختار ايه؟ Good. Want.
ليه اخترنا want؟ عشان الضمير بتاعي I. Very good. She run to school. هنختار ايه؟ Very good. Runs. The verb plus s. ليه اخترنا runs؟ عشان الضمير بتاعي she. Number three. They answer the questions. Which one? Yes, very good. We choose answer. Why? Because with they, choose the infinitive form of the verb. Number four. You passes me the pizza. Which one? Yes, very good. Pass. هنختار pass عشان الضمير بتاعي you. مع الضمير you بختار the infinitive form. Number five. He doesn't cut the vegetables. He doesn't. Which one? Very good. Doesn't. عشان في النيجاتيف مع الضمير he بختار doesn't. وزي ما انتم ملاحظين الفعل infinitive. مفيش معه اس. محدش يقول لي مع هي هختار لازم الفعل يكون فيه اس. cuts. No. Doesn't بتلغي وجود الاس. ما ننساش. Number six. Budi and Noor plays computer games. Budi and Noor. طيب دلوقتي انا عنديش ضمير. امال عندي ايه؟ عندي names. Budi and Noor. طب Budi and Noor كده عندي singular or plural؟ مفرد ولا جمع؟ Very good. عندي جمع. طب مع الجمع الفيرب بيكون انفينيتيف ولا بلس اس؟ Very good. الفيرب بيكون انفينيتيف. يبقى الاختيار بتاعي بلاي. خلصنا مع بعض الجزء الاول من يونت 1. عرفنا الديالوج معانا وعرفنا الديالوج ايه اهميته وايه الاسئله اللي بيجيلي فيها. عرفنا شكل الامتحان ازاي نتعامل معاه. الاسئله اللي بتجيلنا في الامتحان شكلها ايه. عرفنا الفوكابلري كمان the present simple tense. هتلاقوا تحت الفيديو الشيت ياريت تحلوه وتبعتوه على الاسكوله. وما تنسوش لايك شير اند سبسكرايب. هنقابلكم في الحلقات الجايه. باي باي.